والله نحن ضد المشاكل وضد الفوضى بشكل عام. ما في داعي توصف عنصر أمن آخر يوم يشبيح. لتقديم تنازلات للوصول إلى حل يرضي الجميع من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة. والله يعني في مطالب محقة وفي ناس عم تستفيد يعني كثير من الشيء اللي عم بيصير. شعبنا عاطفي. مشي روح تمام. أنا بتمنى من أي شخص بده يسقط فلان، بده يحكي على فلان بلا التشهير فيه يا أخي، يعني بلا هذا الكلام الجارح. عم توصف إنسان بخنزير ولا بتوصف هالحراك، أنت عم توصفه بالشبيحة وهو عم يصفك بالمخرب. هاي أبسط حقوق طالب خيو بس برقي. نعم، اللي عنده مطلب حق، لأن عم نسمع أحاديث كثير عن أهداف هذول، مثلا الناس اللي عم تتظاهر أو شيء أو كذا. إذا أنت إلك شغلة شخصية أو شغلة عامة حقك طالب فيها وتحصل عليها بطريقة يعني سلمية. أما والله أنه تلجأ لأنه والله قريت اليوم على الفيسبوك أنه والله بدنا نرجع على أول ولا كذا، شو هذا الحكي هذا؟ يعني أنا حسنا شوية نعم بالضبط وصلها. بالضبط، أنا واحد من الناس، عندي شباب بالجامعة وبالمدارس وكذا. هلا لا سمح الله يصير أي شيء بتسكر الجامعة وبتسكر المدرسة وبتقطع الطريق. اي فوضى بتصير من طرف السلطه، انتبه رح بلش بالسلطه مشان ما حد يقول اني والله عم تشحف او عم جلمق للسلطه، من طرف السلطه تجاه هدول الناس السلميين او من طرف الناس السلميين تجاه عناصر الامن اللي ضابطين الامن بالبلد، مشان امي وامك واختي واختك يمشوا بحريه وبامان بالشوارع اخي، ومشان الاطفال تروح مدارسها وترجع بامان. والله ان الاوضاع في مناطق المحرره للاسف الشديد لا تسر لا عدوا ولا صديق، ونأسف لوصولنا إلى هذا، إلى ما وصلنا إليه. رح نشمل الكلام بشكل عام، كل المظاهرات اللي عم تطلع في إدلب، في بنش، في جسر الشغور، في معرض مصرين، في سرمدة، في إطمي، هاي الساحات لإسقاط نظام الأسد، مو لنسقط القاضي، أو فصائل. عندك مشكلة مع قائد فصيل، قولوا له عنده واحكي معه، ما ضروري تيجي تسقط الناس في شوارع المحرر، شوارع المحرر لإسقاط نظام الأسد. والله رسالتي للسلطة انه يعني ما قلت لك بالفترة الأخيرة بدأوا ينظروا لهالناس على الواقع اللي كانوا يمكن بجوز غايبين عنه شوي أو مهنا عايشين في جو، لكن هلأ يعني الوضع أحسن. والله بالنسبة للسلطات أنا برأيي تسمع الشارع وتنزلوا على الشارع يشوفوا وجع الناس، وبالنسبة للحراك الله يصلحون ويهديون. يعني أنا مني وأنا واحد مني من الناس خيو من هالشارع، ملف المي بإدلب لازم ينحل، ملف هالجمركي أخي اللي عم تصير لازم ينحل، تجارة لازم تكون مفتوحة، يصير في تنافس شريف، يعني الاحتكار ما نو لازم، الشيء عم يغلى على الشعب، في ناس ما مع مصاري يا أخي، في عالم تعباني، في عالم مسحوقة، في عالم نازحة، في عالم بالمخيمات، ما كل الناس معها بتملك قوت يومها. نحن اليوم بعد 13 سنة بنيجي بنقول والله سقط بعضنا، خلينا نخلص من عدونا الأول بعدين نتجه للمشاكل الداخلية، هيك رح نقولها. يعني أطالب الطرفين بتقديم تنازلات للوصول إلى حل يرضي الجميع من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة، لأن هذا الحال الذي وصلنا إليه بعدما كنا نعيش في زمن الفوضى، في زمن السلب، في زمن النهب، في زمن التشليح، في زمن التجويل، في زمن السيارات الغير منمرة، في زمن الفصائل المقيتي، في زمن المحسوبيات. يا إخوتي في الحراك، يعني نحن والله مع المطالب المحقة التي طالبنا بها، ولكن لا نريد يعني ان نجر المحرر الى ما لا يحمل عقباه. يعني في مطالب محقه والعالم ما عم تطلع الا متجور، يعني شوي في حاله كساد في البلد، في حاله ضعف معيشه، في حاله ضعف شغل، يعني بدها الحكومه شوي تراعي ظروف الناس، بدها شوي تنزل ضرائب. هلا اذا بدي اقول لك انه في كذا وفي كذا ما راح يمشي الحال. يعني صار في اوروبا يحزنون على المعيشه اللي عندنا لهون، وبقول لكم شغله ثانيه، يعني في خلق صارت تقول شلون صرتوا هيك بهالسرعة هاي. نحن بنتمنى أن نكون كلياتنا إيد وحدي، ونحن كلياتنا طلعنا بهاي الثورة. هلأ صار ما في إصلاحات، فإيش بدها الناس يعني هسا؟ إيش بدها غير هيك؟ في غلط في مكان ممكن يتعالج، وصار كثير إصلاح، صار كثير يعني تغيير بالواقع. وإذا أردتم أن يعني تنظروا إلى ما كنا عليه سابقا، فانظروا إلى الريف الشمالي، يعني إذا من أجل لعبة كرة يسحبون على بعضهم رشاشات ثقيلة. لا نريد أن نعود إلى زمن الضرب بالسلاح، لا نريد العودة إلى زمن الاقتتال. أول مقترح
وقف الاحتجاجات والتحرك في الأرض المحرر، ساحات المحرر مخصصة لإسقاط نظام الأسد من دون فوضى، من دون ثبات، من دون تحشيك، من دون إهانة. يعني ما طبيعي يعني عدم مؤاخذة عنصر أمن أخيو ضابط الأمن بالبلد، وكلنا بنعرف أنه منطقتنا هي من أأمن المناطق بالشمال السوري أو ما يدعى بين قوسين المحرر أخيو. ما في داعي توصف عنصر أمن أخيو أنه شبيح، هذا لو شبيح كنا شفناه مع بشار الأسد يا خاي. والله المستفيد الأول من هذه الفوضى العارمة أكيد معروف هم نظام الفشار الفسد، الميليشيات الإيرانية متربصة من حولنا، والعدو الروسي الذي جاء إلى سوريا من أجل يعني نصرة الظالم على المظلومين. والمستفيد معروف مين المستفيد؟ معروف يعني، يعني لو تشوفوا أنتوا أشباع بيشروا على صفحات النظام بتقولوا يا هيهات بلا ما نطلع وبلا ما ندخل، لا خلينا مثل ما نحن. يا أخي طالبوا والله العظيم أنا معكم، والله أنا معكم. إيه موجود وعلى رأسهم بشار الأسد، لأنه أي انقسام بصير هلأ بصفنا نحن هون خيو بده يستفاد هو. النظام المجرم بينظر لنا بنظرة وحدة، كلياتنا عنده إرهابيين، فليش نحن جايين نصنف بعض ونتهم بعض ونحط بعضنا في خانات؟ أنا اليوم ثورجي ونقطع السطر.